المطربة الكبيرة عضو مجلس نقابة الموسيقيين الأستاذة نادية مصطفى. مدام نادية أهلا بيكي. مدام نادية ألو، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ وائل. يعني تعلمين مدى اعتزازنا بيك واحترامنا لك. يعني ف يكرمني من حضرتك أبدا يا رب، وتعلم إن القلوب عند بعضها، وأنا بحترم حضرتك جدا جدا. الله يخلي حضرتك. ربنا يخليك يا أستاذ وائل. أنا بصراحة مش عارفة أرد على مين ولا على مين يا أستاذ وائل. أنا ماليش في القيل والقال والحاجات الكلام الفاضي ده والله، بس لما بيبقى في معلومة مغلوطة لازم أعمل وقفة ولازم هو بس الاستاذ علي الشريعي كان قال انه انتوا حضرتك يعني بتحاولي بكل السبل انه يتم انه يدخل اوكا وارتيجا يتم اعتمادهم يعني، وهو بيقول يعني لن نسمح بذلك لانه ده هيفتح الباب لدخول كل اللي بيغنوا المهرجانات. اتفضلي. مش عارفه ليه بنعمل ادوار بطوله كده على بعض. طب ما انا معاك في النقابه ما قاليش الكلام ده ليه مثلا؟ دي حاجة. الحاجة التانية ما حصلش أصلا كده، ولا عملت أي طريق إن أوكا يدخل النقابة. وأنا عايزة أقول لك على حاجة، الموضوع من أوله بقى خالص. أنا لأني الحمد لله كلهم بيعلموا إن أنا بعتبر، يعني أنا بعتبر إن أنا في وسط عيلتي، إخواتي كلهم، وهم بيقولوا عليا القلب الحنين اللي في وسطنا، عارف إزاي؟ فدي كانت الضريبة اللي أنا بدفعها دلوقتي. الأستاذ حمادة واليزيد كلمني وأنا في البيت وقال لي في لجنة عندنا، بس هي معمولة عشان أعضاء الغردقة، فعايزين أوكا وأرتيجا يدخلوا اللجنة دي، لأنه بقالهم كتير، بقالهم فترة قاعدين ما بيشتغلوش، ولازم ياخدوا يعني يخشوا لجنة وكده عشان يعتمدوا. فقلت له طب إيه المشكلة؟ قال لي دكتور رضا مش موافق، دكتور رضا رجب المسؤول الأول للنقابة ورئيس لجنة القيد، إن حد يدخل مع أعضاء لجان مع يعني في اللجنة بتاعت الغردقة. قلت طيب هكلم دكتور رضا واشوف، يا دكتور رضا الموضوع كذا كذا كذا. راح قال لي لا مش هدخل حد بتوع القاهره مع بتوع الغردقه، لما نبقى نعمل لجنه لبتوع القاهره هنبقى نقول لهم. فقلت له اوكي. شويه وراحت مي كساب الفنانه الجميله الزميله، هي على فكره انا وهي يعني ما فيش صداقه، لكن انا شفتها في حياتي يمكن مرتين، واوكا يمكن شفته على اوكا وارتيجا شفتهم على اليوتيوب، يعني ما فيش علاقه تخليني، وانا مش هتوسط الفن اصلا، مش عايز وساطه، ده انا عندي ولادي ما توسط لهمش، ولا يعني ما توسط لهمش، ولا هم دخلوا لحد دلوقتي لجنه، والحمد لله ابتدوا يشقوا طريقهم في الغنى. فحضرتك وكل الناس تعلم ناديه مصطفى، انا مش عارفه الاستاذ علي الشريعي على اي اساس كده. كلموا مي كساب واسالوها. الست كلمتني بقى بعد ما كلمت حماده ابو اليزيد، لما عرفت من خلال حماده ابو اليزيد ان دكتور رضا مصر على ان يستنوا للجنه ثانيه، فراحت مكلماني مي، يعني ما فيش طريقه طيب يدخلوا اللجنه دي؟ قلت لها لا يا مي، عموما حبيبتي مش مشكله، يعني الفرق بين اللجنه بتاعت يوم الاثنين اللي جاي ده، اللي هو كان فاضل يومين تقريبا على واللجنه اللي هي بتاعت القاهره 10 ايام، فمش مشكله بجد. من حقها كزوجه طبعا انها تسعى وتحاول، ومن حق كمان طبعا اوكا واورتيجا انهم يسعوا يعني. ولا هي اصلا بتتوسط لهم، واللجنه دي انا ما كنتش موجوده اصلا فيها عشان تبقى عارف. يا عالم لجنه القاهره هكون موجوده ولا مش موجوده فيها، وحتى لو انا موجوده وقلت كلمه معانا، يعني مش قادره اقول لك، ناس كبار قوي معانا في اللجنه، كل الناس بتبقى داخله تترعب وهم داخلين وشايفينهم، يعني الدكتوره جيهان الناصر ولا الاستاذ حلمي بكر ولا الناس دي، انا كلمتي هتبقى تعلو على كلمتهم؟ استحاله. بس ومن حقهم ان هم يدخلوا يمتحنوا، ومن حق اللجنه تنجحهم او تسقطهم، فانا ماليش علاقه خالص بالموضوع ده طبعا. وبس حبيت اقول لحضرتك يا استاذ وائل انه يعني مش عارفه، والله مش عارفه اقول ايه بصراحه. أنا ده توضيحك، واحنا يعني نثق في استنادك دايما. ربنا يخليك. ده اللي حصل للعوامل الفنيه مش قواعد المجاملات يعني في طبعا فن ما فيهوش مجامله. وعشان تبقى عارف، عشان انا ما بحبش فعلا اتكلم على حد وهو مش غايب، انا كلمت دلوقتي حماده ابو اليزيد، قلت له حماده من فضلك كلم الاستاذ وائل وبين له انا اي علاقتي بالموضوع، انا ماليش علاقه بالموضوع، فكلمه وقول له بس. وهو اكيد طبعا سمعنا دلوقتي، اتمنى يعمل مداخله، اتمنى تعملوا مداخله مع مي. لا نكلمه مفيش مشكله. قوي. طب عايز اسال حضرتك بقى، اغاني المهرجانات مكونين موقف عنها؟ يعني شايفين انها فن ولا ملوش علاقه بالفن؟ استئصال ولا نسيبه للفرز المجتمعي؟ يعني الناس اما انها تنصرف عنه او تسمعه يعني. لا انا وجهه نظري كفنانه ان دي ظاهره ما اعتقدش ان هي هتستمر كتير، لان هي ارتام واحده
والحان ولحن واحد. وانا دي وجهه نظري ورايي، وانا ماليش اصلا في اغاني المهرجانات بصراحه، برغم ان انا بشوف في اماكن كتير جدا في الافراح يعني اغاني المهرجانات هي اللي دلوقتي منتشره وفي هي المهيمنه على الافراح حتى. ده حقيقي، ده حقيقي، وبتعمل حاله حلوه يعني، احيانا بتعمل حاله حلوه. وانا اشجع امتى بقى الناس دي؟ لما يقولوا كلمه حتى، يعني الكلام اللي انا سمعته من شويه، انا بصراحه يعني ما فيش صاحب يتصاحب ماشي كلمه حلوه قوي، لكن بعد كده بقى في شويه كلام كده انا ما عجبونيش الحقيقه، يعني دي وجهه نظري بس. طيب احنا لو نعالج موضوعات موجوده في المجتمع حوالينا بنوعيه الاغاني دي اللي هم في ناس بتحبها، ليه لا؟ ايه المشكله؟ هي ظاهره. طبعا طبعا، ما هم لو استغلوا، طالما انه في قطاع من الناس انجذبت ليها، خلاص ابتدي اختار بالزبط. كلمه جيده يعني بالظبط، اكيد. بشكر حضرتك ألف شكر.